محتاجينها في الالوين ريكويرمنتس معينه محتاجينها في البوست. طيب لو جيت دلوقتي انا استلمت الميتال فريم ورك من المعمل، استلمت الميتال فريم ورك ده معناه ان انا خلصت البريبريشن، بعت الامبريشن للمعمل والمعمل اداني الميتال فريم ورك اللي بعد كده لاتر اول هو هيحط عليه البوست. طيب انا ضرب في النص ايه بقى؟ هو هيديني تراي ان ده او هيديني الميتال فريم ورك يقول لي اعملي تراي ان في بق العيان. المفروض ابص على ايه؟ تمام؟ الاول عشان اشيك هو شغله مظبوط ولا غلط. اوكي؟ طيب انا هبص على ايه بقى؟ ده المفروض انا معايا الميتال دلوقتي، المفروض قبل ما احط بق العيان مثلا قبليه بيوم قبليه ثلاث ساعات اربع ساعات هبص على ايه؟ اول حاجه لازم اعمل تشيك ان ما عنديش نو شارب اور اكيوت انجلز. كلمه اكيوت انجلز معناها زاويه اقل من 90. ليه؟ لان معنى ان يبقى في زاويه اقل من 90 معناها ان البورسل هيبتدي انتر في الانجل ديت وبالتالي هيبقى اندر ستريس. فلو هو اندر ستريس يبقى معنى كده في ستريس كونسنتريشن، يبقى ممكن ان هو يتكسر. ويشترط في الميتال، الكلام انا بتكلم على الميتال نو شارب انجلز، بتكلم على الميتال فريم ورك. المفروض ان انا بمشي على الميتال فريم ورك كده اتاكد ان كل الانجل بتاعه المعدن كلها لازم ما يبقاش فيه اي شارب انجل. تمام؟ ممكن اقدر امشي بايديا كده، او ممكن لو انا بقالي كذا سنه بشتغل اقدر ان انا اشوف الكلام ده. ليه؟ اي شارب انجل في الميتال فريم ورك ده معناه ستريس كونسنتريشن، ده معناه فراكشر اوف ذا بورسلز. اوكي؟ طيب كمان لما يكون في عندي كل السيرفيسز بتاعتي راوندد في الميتال فريم ورك ده معناه ان الفورس ديستريبيوشن هيبقى تقريبا ايكولي، يعني كميه الفورسز في الهوريزونتال اكسس هتبقى زيرو، يبقى انا ضمان ان ما يحصلش فراكشر. لازم اتاكد كمان ان في سهل جدا ان الميتال ده يحصل له ويدنج بالبوستر، ده معناه ان انا ابص على الميتال ده متاكد ان ما فيش اي بيتنج او اي ريجولار سيرفيس موجود علشان اتاكد ان لما هاجي احط البوستر يحصل كومبليت ويدنج. ابص على ايه تاني؟ حاجه تانيه مهمه جدا، ابص هل البوستر بتاعي ده هل سبورتد انف بالميتال اللي هو حاطه؟ طيب انا ممكن الاقي معمل عامل نفس الكراون، واحد عامله ب 400 جنيه واحد تاني عامله ب 50 جنيه. طبعا انا هروح لو 50 جنيه بسرعه. طيب نشوف دلوقتي لو انا جيت اخطات في البريباريشن، لما جيت حضرته كلت كميه كبيره جدا من الكلوز وجينجبال هاي اثر عندي، ايفن حتى لما نزلت صف جينجبال برضه ما زال قصير. فهيعمل ايه؟ الاولاني ده قال طيب حضرتك غلطتي في الهاي ده، انا هروح معوض الديفيشنسي ده بسيكنس اوف ميتال. تمام؟ وبعدين هثبت السونج بتاع البوستن بتاعي واروح عامل الريستوريشن. التاني قال لا، سمك المعدن انا هخليه السمك العادي بتاعي اللي هو من 0.2 0.3 لو بيثبت الالوي 0.5 لو كان بولت الالوي، وبعدين انا هزود البوستر. طبعا الحاله الاولانيه هي اللي تعتبر صح. ليه؟ لان هو ابتدى يعوض الديفشنسي او الخطا بتاع البريبريشن بان هو عمل زود السيكنس اوف ذا ميتال. التاني دوت هيحصل فريكشن في البوستر. ليه؟ لانه اضطر يحط كميه بوستن عاليه جدا. كميه البوستن دي اصبح فيها بروزتي لان كل مره بيحط ويدخل الفور فبقى عنده دي بروزتي. الحاجه الثانيه كميه البوستن دي نوت انف سبورتد بالميتال وبالتالي هيحصل فراكشر. اوكي؟ طبعا المفروض ان اي ديفيشنسي موجود عندك فسعادتك تعوضه بسيكنس من الميتال نوت باي ذا سيكنس اوف ذا بوستن. اوكي؟ طيب الحاجه الثالثه اللي ابص عليها ايه؟ المفروض ان انا هو هيجيب لي الميتال فريم ورك ده على القصب، والقصب ده محطوط على ارتكيليتور، فالمفروض اشوف الكونتكت بتاعتي نو اوتروبيا الكونتكت اون ذا فورس الميتال انترفيس. انهي حته فورس الميتال انترفيس؟ نقطه اتصال الفورس مع الميتال اللي هو الخط ده بنسميه انترفيس. طبعا الانترفيس منطقه ضعيفه. ليه؟ ما ينفعش ان انا احط عليها ابدا كونتكت ايريا. لو حبيت تحط الكونتكت ايريا لازم سعادتك تبعد من مسافه من 1 لـ1.5 مللي. تمام؟ ليه؟ لان الاريا بتاعت الانترفيس لو حطيت عليها كونتكت هتعمل فراكشر في البوستر، مش هتقدر تتحمل القوه دي. يبقى
المفروض ابعت. طيب يا ريت لو بليز الفتره تحطها لي اون ميتال، طبعا احسن واحسن. طب افرض ان انا جيت حطيتها اون ذا ميتال وجئت ان نتيجه نوع البايت بتاعت العيان اضطريت ان انا اقرب شويه من الانترفيس. ماشي قرب من الانترفيس، بس خلي بالك لازم تسيب من 1 لـ1.5 ملي من الميتال. اذا كان افاليبل تحط اون ذا ميتال اوكي، فنوت افاليبل يبقى لازم تبعد عن الانترفيس ما بين الميتال والبورسل من 1 لـ1.5 ملي. ليه؟ علشان تتاكد انه ما يحصلش فراكشر للبورسل. لا بلد. اوكي؟ طيب ابص على حاجه ثانيه. في نظريه بتقول ان انا هل هحط البورسل على الميديال سيرفيس واقف عند الجنكشن ده كده في الانتيريور كيس، ولا احط البورسل واعمل حاجه اسمها راب اراوند، الف شويه كده وبرتدي مثلا 1 ثيرد او 1 فورث من البالاتال سيرفيس. لا طبعا الراب اراوند ده بيبقى احسن. ليه؟ لان ده بيحسن الاسابيك. لو جيت بصيت للبالاتال سيرفيس كده هبقى انا مغطيه الليديال سيرفيس ومغطيه تقريبا 1 ثيرد 1 فورث من البالاتال سيرفيس. الراب اراوند ده بيديني ايه بقى؟ بيديني ترانسلوسنسي، بيديني ان انا اخلي البورسل اندر كومبريشن نوت اندر تنشن، لان انا لو جيت وقفت عند الانسايزر ايدج لما يجي ياخد اي حاجه هيتفصل الفيسنج من المدفع. اوكي؟ يبقى المفروض ان الراب اراوند ده حسن لي الاستاتيك والترانسلوسنسي وكمان خلاه اندر كومبريشن. طيب ابص على ايه تاني؟ ابص على الديفيشنس اللي لسه قايلين ان انت لو اخطات في كلمه في البريباريشن ده واحد جه عمل الكروزر سيرفيس بطله خالص كده خلاه ستريت. احنا كنا قايلين من بدايه الترم اللي فات ان احنا لما نيجي نعمل الكروزر لازم نمشي على الاناتومي تمام وناخد نفس الانستراكشن. طيب ده راح واخد الاناتومي راح واخده ستريت لاين. طيب عايزين نعمل كومبنسيشن للكلام ده، المفروض لو هو راح عامل ميتال على نفس الوضع اللي ساعدته عامله وراح مكمل بوستن هيحصل فراكشر اوف ذا بوستن. نفس الكلام في الانتيريور، لو هو راح شال كل الاناتومي وعمل البطل على وان بلين ومفيش هنا الفيرتيكال اللي احنا قلنا عليه بتاع السنجلوم هيعمل نورمال سيكنس اوف ذا ميتال ويروح باين البوستن هيحصل هوريزونتال فراكشر. ده لو بيشن مرتب 6 انتيريور. اوكي؟ هلاقيه بعد فتره صغيره جدا ممكن بعد ساعات هيحصل هوريزونتال فراكشر لكل السكس انتيريور كده اهو. ليه؟ بسبب ان البوستن ده نوت انف سبورتد باي ذا ميتال. طب المفروض الصح ايه؟ المفروض الصح ان انا اروح باليه بالميتال ده القسمس اللي مش موجوده، يعني كل ده ابني شكل القسمس ده بالميتال، ابنيه بالواكس باتر وبعدين اعمل له دوبليكيشن بالميتال وبعدين بعد كده اروح حاطه البوستن ده لو انا ماشي اكاديميك صح. لكن دايما الحاله دي كل ما تعملها تاني يوم هيجيب لك البوستن مقصود. ليه؟ عشان كميه البوستن دي كتيره جدا ان هي سبورتد بالانامل او سوري بالميتال الفلاني. احنا حددنا كميه البوستن ان المينيمم سيكنس 0.7 ممكن يعلى ل 1 او الماكسيمم 1.5. طب افرض ان انا زودت بقى زي ده اكتر من 1.5، زودت 5 ملم 6 ملم وانت طالع يبقى ده معناه نوت سبورتد يبقى ده فراكشر. اوكي؟ طيب ابص على ايه تاني؟ المفروض ان انا اشوف نوع الميتال اللي انا مختاره. لو انا قايل للمعمل اعمل لي بيز ميتال الوي يبقى السيكنس بتاعه من 0.2 ل 0.3، لو انا قايل له اعمل لي جولد الويز يبقى 0.5. اشمعنى ده؟ السيكنس بتاعه اقل من ده علشان الجولد ريزو بلاستيستي بتاع بيز ميتال الوي اعلى من الجولد. طيب انا هعمل تشيك ازاي لو هو قال ان السكر اللي انا عامله 0.2؟ لازم ابقى عندي حاجه اسمها ديجيتال كاليبر. الكاليبر ده اشوف سمك المعدن راندوم كده في كذا نقطه كده واشوف واعمل تشيك، لو هو طلع السيكنس بتاعه من 0.2 الافرج بيوصل من 0.2 ل 0.3 يبقى هو صح، لقيته عدى بقى 0.7 0.8 يبقى هو غلط. طيب يهمني كمان ابص على حاجه مهمه جدا، احط البروستال كونتاكت فين واحط الاوكلوزال كونتاكت فين؟ مهمه جدا. في نظريه بتقول ان الاوكلوزال كونتاكت دايما خليلي الكونتاكت اون ذا ميتال. ليه؟ عشان دايما تبقى بعيد عن قصه البروستال. طيب ده لو انا موقفه البروستال على الميديال بس، في ناس بتقول اوقف على الميديال، في ناس بتقول اغطي الاوكلوزال، وفي ناس بتقول اغطي الميديال والاوكلوزال واكستندد حته كمان ناحيه الليجوم حتى في البوستيريور فيس حتى في البوستيريور فيس. طيب لو انا مخلي الاوكلوزال كله من الميتال خلاص حط الكونتاكت اون ذا ميتال مفيش مشكله، مفيش احتمال ان البوستن يتكسر. طيب ولو انا عملت قصه الراب، طالما عملت الراب يبقى انا غصب عني الكونتاكت هتبقى فين؟
هتبقى على بوستر، احطها فين يعني؟ ما انا ما عنديش احتمالات. لو انا عملت البوستر وعملت راب يعني بطل بطل والاوكلوزر والجزء وبين البلاجر، يبقى اكيد هتتحط الاوكلوجن هنا اون ذا بوستر. بس لازم اخلي بالي من حاجه، لو انا عندي الاوبوزنج ناتشرال كيس تمام، يبقى هتوقع انه هيحصل ويل، هتوقع انه هيحصل ايه؟ ويل. هيحصل ويل، هيبتدي يتاكل السيناريو ناتشرال كيس ده. لكن لو انا بعمل دايجنوستيك ديشن لقيته هو اصلا عامل بيتال سيراميك ابر، وانا هشتغل مثلا هو عامل ابر 6 وانا هشتغل اوفر 6، خلاص هو هيك ويعمل بيتال سيراميك ويخلي البوستر اكستند. طب انا عملت دايجنوستيك لقيت ان الابر 6 ناتشرال واللور عايز يعمل ميتال، عايز يعمل ميتال سيراميك، لا خليه الكونتاكت على ميتال عشان ما يحصلش ويرنج للاوبوزنج توز. اوكي، يبقى على حسب الدايجنوستيك بتاع البيشن اللي قدامك انت اللي هتقرر خلي البوست يقف هنا ولا اعمل له راوند على حسب السنه الاوبوزنج. طيب لو جيت بقى قلت الايه مهمه جدا، ان الكونتاكت بتاعتي ايفن لو انا جيت عند الانترفيس وحبيت احط الكونتاكت، يبقى لازم ابعد عن الانترفيس من 1 لـ1.5 مني علشان اتجنب ان يحصل راتش او بوستر، ده لو اضطريت احطها في هذا المكان. طيب نيجي في البروكسيمال كونتاكت، يبقى معنى كده الاوكلوزر ممكن تتحط على ميدل او ممكن تتحط على بوستر او تتحط بعيده عن الانترفيس من 1 لـ1.5 مللي، ده على حسب عضه العيان وعلى حسب انت موقف البوستر فين. طب هل البروكسيمال كونتاكت ليها احتمالات؟ ملهاش احتمالات، لازم البروكسيمال كونتاكت تبقى اون ذا بوستر، مفيش احتمالات فيه. اشمعنى يعني تبقى اون ذا بوستر؟ ادي بالظبط انت المفروض دي الانجل اللي هتبص فيه. المفروض لو البيشن قاعد قدامك كده وانت مركب الابر سنترال ده عامله ميتال سيراميك، لو انت بصيت ميزيال او ديستال المفروض ان انت هتعدي الكونتاكت ايدي، يبقى لازم الكونتاكت بتاعتك على بورسلين عشان تحسن المسافه. افرض ان انت وقفت البورسلين بيفور ذا كونتاكت ايريا، لما تيجي تبص هتلاقي فيه خط اسود يمين وخط اسود شمال، تمام؟ ليه؟ علشان انت ما حطيتش بورسلين على البروكسيمال كونتاكت ايريا، يبقى لازم يشترط ان البروكسيمال كونتاكت ايريا تبقى اون ذا بوستر، ما تبقاش ابدا على ميدل، دي ما فيهاش احتمالات ولا اختيارات. طيب ازاي هما بيعملوا قصه الميدل فريم ورك ويحطوا عليه بوستر؟ هل هما بيعملوا واكس باترن بنفس الاناتوميكال شيب بتاع السنه وبعدين يروح عاملين تراي ان بعد كده يروحوا يبنوا عليها تاني؟ طبعا هتبقى الكونتور اوفر. لا، هما بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ كاب باك. ايه كاب باك دي بقى؟ بيجيب المفروض السنه بيعمل عليها الواكس باترن فول اناتوميكال، يعني زي بالظبط السنه الطبيعيه كان انت هتعمل مثلا فول ميتال كرام. وبعدين بعد ما بيخلص الواكس باترن بتاعه بيحدد الاماكن اللي هيحط فيها البوستر، يروح راسمها تمام؟ وبعد ما يرسمها افرض هو مثلا هيعملها باتلي وهي اكستندد لغايه البروكسيمال كونتاكت اريا وهيوقفها مثلا لغايه البطل او لغايه الجنكشن ده. يبتدي يعمل ايه بقى؟ بعد ما يخلص الواكس باترن بكل اناتوميكال يروح جاي الكارفر ويبتدي يفرغ الحته اللي هو علمها، المكان اللي هو علمه ده يبتدي يفرغه، بس لازم التفريغ ده يخليه يونيفورم سيتنج. يعني لو الفول اناتوميكال ده مثلا فور اكزامبل 2 ملم سمك الشعر هيسيب 0.5 اللي هو سمك المتر وال 1.5 ده هيفرغه هيشيله، بحيث ان هو يبقى عنده الميتال فريم ورك ده في نفس القواعد اللي احنا قعدنا نقول فيهم ال 10 دول، وبعدين هو بيتفرغ اوتوماتيك. الحته اللي فضاها دي كده تمام، بعد ما يخلص ياخد الواكس ده يحوله الميتال، بعد ما يعمل تشيك للنقط اللي احنا قلناها يبتدي يروح في الجزء اللي فرغه ده يبني بقى الايه؟ البوستن بتاعه، يبتدي يبني البوستن. حركه التفتيخ الواكس باترن عشان يملاها بعد كده بوستن دي بنسميها كاب باك، بس لازم يشترط ان هي ايفن سيكنس. ما ينفعش مثلا يبقى سمك البوستن في حته 0.2 حته 0.3 في حته 1، لان الان ايفن سيكنس هيكسر البوستن هيخليه اندر تنشن. اوكي، العمليه دي بنسميها ايه؟ كاب باك. بنسميها ايه؟ طيب مهم جدا برضه نحط في دماغنا حاجه مهمه جدا، وانت بتعمل الكاب باك ده في الواكس باتر لازم بعد ما تخلص في جهاز كده حط عليه الواكس باتر اسمه باريرو ميتر، لازم تمشي على الحدود اللي انت ساعتك حددتها ان انت تفرغها، وتخلي الزاويه ما بين الواكس باتر ده والجزء اللي فرغته ده لازم تبقى الزاويه 90 درجه، لازم تبقى 90 درجه،
وفي جهاز معين بتمشي بيعمل حاجه اسمها ماركيشن اوف ذا مارجن. الماركيشن ده هو اللي بيخلي الزاويه ما بين الجزء اللي ما فرختوش والجزء اللي فرخته ده 90، عشان لا تلقط تبقى الزاويه ما بين المتر فريم ورك والبوستر 90. اشمعنى 90؟ الحته دي بنسميها ايه؟ بنسميها فات جوينت، نقطه اتصال المعمل مع البوستر. اوكي؟ يشترط ان الزاويه تبقى 90. كل ده عشان ايه؟ علشان اعمل اخلي البوستر اندر كومبريشن ما اخلوش اندر تنشن. لو انا روحت ايدي وخليته كده اكيوت ده معناه ان في بوستر هيتكسر، لو انا خليته اوبتيوز برضه هيتكسر، لازم تبقى الزاويه 90. اوكي؟ طيب بعد ما عملنا الكلام ده مهم جدا احط في دماغي الكونكتور، يعني لو انا هعمل سنجل يونت اوكي، طب انا عايز اعمل مثلا بريدج اخلي بالي من ايه؟ لازم اخلي بالي من الكونكتور. في نقطه نفتكر الكونكتور تاني، لما كان عندنا اي بريدج كان عندنا فور يونت، عندنا الاباب الناتشرال بيس، وعندنا الريتينر اللي بتركب عليها، والبونت بتاع الميسنج توث، وبعدين عندنا الكونكتور اللي هي بتعمل كونكت للكومبوننت دي مع بعض. لازم تبقى فاهمين ان الكونكتور دي ما هياش بوينت، هي عباره عن اريا. ايه الفرق بين البوينت والاريا؟ البوينت يعني نقطه اتصال في نقطه، لا هي اريا ليها اوكلوزو جينج بار هايت وليها باكو ليك والويتس، ويشترط ان الطول يبقى اكتر من العرض. لازم طولها يبقى اكتر من عرضها. اشمعنى يعني؟ طب احنا نزود العرض شويه؟ لا ما ينفعش. ليه؟ اولا لما ازود الطول عشان الميكانيكال بوينت فازود الاسترينز، ده كلام اكسبت. لكن ازود الطول زي ما انا عايزه؟ لا طبعا. هيجي بقى جزء البيولوجيكال يقول لك ايه؟ كل ما تزود طول الكونكتور يبقى معناها ان انت ممكن تعمل امبيجنت في الانتر دنتال بابيلا. لا، انت المفروض تقف قبلها بواحد ملي. ليه؟ عشان تحافظ عليه. تاني حاجه ان انت لازم تتاكد ان الكونكتور دي سموث علشان ما تعملش اي لاسريشن للانتر دنتال بابيلا. هيجي بقى بتاع الاستاتيك يقول لك ايه؟ طيب انت عملتها لازم تتاكد ان انت خليتها شويه ليجوال، يعني ما تخليهاش اكستندد بحيث ان انت بوظت المنظر بالنسبه للناس السنان اللي جنبها. يبقى المفروض ان الثلاثه مع بعضيهم الميكانيكال والبيولوجيكال والاستاتيك وانت بتعمل الكونكتور تخلي بالك. مش مثلا يقول لك ايه؟ كل ما تزود الكونكتور كل ما تتاكد ان اللايف سبير بتاعت البريتش ده هتعيش. ميكانيكالي كلام مظبوط، لكن بيولوجيكالي غلط. يعني كل ما الكونكتور تطول كل ما انت بتاثر على الانتر دنتال بابيلي، وممكن ان انت تعمل لها تنزل من مكانها. وفي الحاله دي هيحصل حاجه اسمها بلاك تراينجل، وده الكلام اللي احنا بنلاقيه لما ناس بتعمل انتيريور بريدجز فاشله، بيبقى النتيجه ان بعد شويه الانتر دنتال بابيلي بيحصل لها ريسيشن، والاقي ما بين اليونت عباره عن حاجه اسمها بلاك تراينجل. بلاك تراينجل ده نتيجه الريسيشن بتاع الانتر دنتال بابيلي، ودي نفس المشكله اللي بتقابلنا في الانجلون. بالرغم من كل الحاجات اللي طلعوها دلوقتي في الانجلون والنظريات الجديده، لكن اب تو ديت لحد اليوم النهارده مفيش حد قدر يوصل ان لما يركب الانجلون يتغلب على الانتر بلاك تراينجل اللي هو مكان الريسيشن بتاع الانتر دنتال بابيلي، ان هو ازاي يركب حاجه مكانها. فلغايه النهارده اللي بيبقى الانجلون شكل جميل والواناته حلوه جدا، لكن لو جيت بصيت سيرفايكل زي بلاك تراينجل كده نتيجه الريسيشن بتاع الانتر دنتال بابيلي. احنا بقى لازم نحافظ على الكلام ده كله. طيب نيجي بقى في حته كده اللي بيسموها الماجيك تاتش، الفرق بين الناس بتوع الكراون ناس تانيين. تعملي المارجن ايه؟ تختار ايه؟ انا هقول لك الاحتمالات وانت تختار. الاحتمال الاولاني ان انا هاجي اعمل الكولر او المتال ده داير مايدور كده، وبعدين هسيب صوت المعدن ده، وبعدين اعمل البوستنج. طيب بيشر ده مش عاجبه المنظر. ليه؟ ساعتك لما تيجي تبص له لو ده عامل مثلا 6 يونت بريدج هتلاقي فيه خط رمادي كده ماشي مع السرفايف كده. طيب الخط الرمادي ده ايه؟ الخط الرمادي ده هو الميتال كولر باين من هنا. الحته دي حته المعدن دي ماشيه كانها ريل ماشي مع الجينجر، فالناس مش هتجيبها المنظر. قالوا طب نحلها نعمل ايه؟ قالوا ان انا هاجي اعمل بيبل للميتال واروح بانيه البورد بحيث ان ما بقاش فيه نقطه هنا اهو زي دي. يبقى مفيش معدن، لا يبقى كله بورسل. قالوا طب كويس، بس المشكله ان السرفايكل ده ممكن يحصل ريفلكشن اوف ذا لايت. ماشي اكسبتد من حيث الاسابه، بس لما تيجي تبص للبيشن ده اللي انت منزل الفينش لاين بتاع الجينجمنت هتلاقي تحت الجينجمنت لون رمادي. لون رمادي. الحاله الاولانيه انت
كان حاطط وماضي ماشي مع جيني ماشي واخد نفس الشكل بتاعه. الحالة الثانية هتبان كأنها شادو وماضي بس انت شايفه. ليه؟ نتيجة الريفليكشن بتاع اللايت بيمثل تحت جيني. طب الحل ايه؟ طلعوا قالوا الحل الامثل عشان تحل الازاز في قصة الميتال سيراميك ان احنا نعمل ايه؟ هنيجي قبل الفينشنج لاين كده وبعدين نوقف المعدن هنا. مش عايز احط خالص المعدن في الحته بتاعت السرفايكل اللي عامله لي المشكله دي. طيب وبعدين الحته الفاضيه دي ايه؟ هجيب نوع معين من البورسل اسمه شولدر بورسل تمام؟ وابتدي ابني الاريا اللي فيها المشكله دي كلها مع داخله بنوع اسمه شولدر بورسل. اشمعنى يعني اخترنا الشولدر بورسل اللي يحل لنا المشكله دي؟ الشولدر بورسل ده نوع من الارومنس بورسل درجه الفايرنج بتاعته اعلى من البنتين والانامل بس بيتميز بحاجه مهمه جدا ان انت تقدر تعمل ريبيت فايل يعني تقدر تعمل كوركشن كذا مره. يعني لو انت اضفت وجيت شلت بالموتور وبعدين حبيت تحط تاني وتعمل فايل خمس ست مرات ما بتاثرش لونه. حاجه ثانيه ان هو عنده فلكشن سبيس عالي جدا وطبعا الاستاتيك بتاعه كويس جدا. يبقى احنا قدرنا نخلص نطلع من مشكله ان الميتال سيراميك مشكلته اصلا في الاستاتيك. مشكلته في الاستاتيك. اخرج ازاي؟ بالظبط الاستاتيك عند السيرفايكال مارجن هو اللي عامل لنا الازمه. فخرجنا من المشكله دي بايه؟ بان انا اعمل اللي هو الشولدر بوستل ده. وده يعتبر احسن حل. ده بقى المفروض ان بتوع الفيكسد ما بيستخدموش غير ده. لكن الناس العاديه كلها بتستخدم اول نوع فيعمل لك الميتال سيراميك وبعدين تلاقي بقى الخط الرمادي ماشي طول ما تضحك تلاقيه برضه باين فعندك نفس المشكله ما اتحلتش. لكن احنا ما بنستخدمش غير ده. طيب احنا خدنا قبل كده بوست انا مش هعدي حتى عليه انا عايزه اللي هو الجمله. احنا خلصنا كل ده. ده اللي هو الفيديو اللي احنا شفناه. يهمني بقى دلوقتي احنا قعدنا نقول مواصفات معينه في الميتال فريم ورك قعدنا نتكلم على مواصفات البوستن قد كده. يهمنا دلوقتي دول مادتين مختلفين. المفروض ان الميتال ده تبع الالويز والبوستن ده تبع السيراميك ماتيريال او بمعنى اصح تصنيفها في الميتال ماتيريال كبريد الماتيريال. اوكي؟ طيب ازاي احنا عايزين نحط بوستن مع ميتال ازاي هيمسكوا في بعض؟ ازاي؟ هما الاثنين هيمسكوا بعضيهم تمام؟ انا يهمني يمسكوا بعض عشان العيال ما يجيلكش يبقى البوست في ايده والميتال في بقه. لا انا عايزه الاثنين دول يمسكوا لان طبعا لما يجي يقول حصل فيا ريستوريشن مش هنيجي نقول ان الفيليا ده حصل نتيجه اللاب. انت مش هتقدر تقول للمعمى وتقول للبيشنت ان ده مش انا السبب. ان السبب ان هو المعمى اللي مش كويس. طبعا مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انت المسؤول من الاول للاخر عن الباقي سكسس اوف ريستوريشن. انا ماليش دعوه انت السبب المعمل السبب انا ماليش دعوه. المهم انا عايز ريستوريشن بكده. طيب ازاي اعمل البوند بتاعها؟ عندي كذا طريقه. الطريقه الاولانيه ان انا احاول اعمل بوند ميكانيكال بين المعدن والبوست او احاول اعملها كيميكال او كومبريسيف او حاجه ثانيه اسمها وان بير وول بوند. طبعا بخط الكلام ده في الجزء الاولاني في الدنتال ماتيريال تمام؟ استنى هشرح لكم بقى طريقه ثانيه عن بتوع الدنتال ماتيريال. دلوقتي احنا الطريقه الاولانيه ميكانيكال، يعني ايه ميكانيكال؟ انا بطريقه كده بالعربي كده عايز اعمل اخشن سطح المعدن، اخشن سطح المعدن. كلمه تخشين بالانجلش معناها مايكرو ميكانيكال. طب هو ايه الفرق بين المايكرو رافنس والماكرو رافنس؟ الماكرو رافنس يعني لما انا ابص بعيني على السطح ده اقدر اقول ده سطح ناعم ولا خشن. طب افرض ان انا عينيا ما تميزوش لازم احط ايدي تمام؟ طيب ده بسميه ماكرو يعني اقدر اشوفه بعينيا او المسه قدامي. لكن المايكرو ده ما بنشافش غير تحت الميكروسكوب لازم اروح على سكانك الكترو ميكروسكوب او ستيريو او لايت وابتدي ابص عليه. طيب عندي طريقتين. طريقه ساند بلاستنج. ساند بلاستنج هتلاقيهم بتوع المعمل بيقول لك اسمها بالعربي طبعا لازم تعرف الاسامي بالعربي عشان تتعامل معاه. دي اسمها الرماله. يعني ايه الرماله؟ ده عباره عن ماشين بتطلع المفروض حاجه اسمها الومنا اوكسايد بارتكلز محددينها 50 مايكرونز. طبعا في عندنا 50 100 150 according to the type of the alloy. محددين الديستنس ما بين البيم اللي بيطلع
الارومن اوكسايد وبين البريدج اللي انت عايزه تعملي له الكلام ده تمام بيبقى اندر كومبريشن تمام وهو عاملين بتبتدي تعمل الريجولاريتيز اللي على السطح بتاع المعمل. بعد كده لما حضرتك بتحط البوستن فالبوستن ده بيدخل في الريجولاريتيز ده فيروح يعمل مايكرو ميكانيكال ريتنشن تعشيم. طيب ده كويس قوي. طب معنى كده ان انا لو عايز اعمل بقى بريدج يقعد 100 سنه البوستن بتاعه ما يتشالش طب ما انا ازود التعشيم ده قوي. طبعا دي حاجه بتبقى حلوه قوي يعني دول الكلام دول ما شاء الله اذكياء جدا. طبعا لا الكلام ده غلط. الاول احنا عايزين نزود الاوبتيماليتي وعايزين نجيب كده الراجل وعايزين نزود السيرفيس اريا. هو يعني ايه نزود السيرفيس اريا؟ السيرفيس اريا يعني لو انا عندي مثلا البار ده مثلا فور اكزامبل ده ريكتانجل فلما احب احسب الاريا بتاعته فالمفروض بتبقى لينس باي ويدث تمام؟ طيب انا خدته ورحت خشيت السطح بتاعه هاجي اوديه على ماشين تروح مصوراه فلما تصوره يدخل على الكمبيوتر يروح عامل له حاجه اسمها سوفت وير اناليسيس اوف ذا سيرفيس فيروح مطلع لك كميه التعرضات اللي انت مشيت عليها فيعمل لك كالكوليشن للسيرفيس اريا دي لو هو في الوضع العادي مثلا 10 بعد الرفنس هيبقى مثلا 1000 فده يزود لك الريتنشن كويس جدا. دي معنى كلمه سيرفيس اريا. او طب احنا نشتغل على الموال ده حلو قوي نزود بقى المايكرو رفنس قوي 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 ونزود العفق بتاعه. لو رجعت للبوستن كنا قلنا من ضمن المواصفات بتاعته ان هو الفيسكوستي بتاعته محدده عشان يديك الشيبنج تمام. فانت لو زودت بقى الرفنس قوي جه بتاع المعمل يقول لك انا هسيبك خدمه العمر. ايه بقى خدمه العمر؟ كل شويه العيال يجي لك يقول لك الفيسك طب انا معمل لك بقى رفنس عميق جدا واتحداك لو اتشال. طيب راح عمل الرفنس العميق جدا ده طبعا الفيسكوستي بتاع البوستن مش هتسمح في دخول المور ديب ريجولاريتيز. لو الدبس زاد اكتر من اللازم مش عارف يدخل فيحصل ايه بقى؟ عند الكونكشن بين البوستن والميتا الحته البيضاء دي تبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها هواء. هيبقى فيها هواء. طب لما تبقى فيها هواء يبقى معنى كده ان هي بتتكسر. يبقى المفروض ان انت الاكسسيف مايكرو رفنس هيكسر. يبقى لو كان السبب لو انت حددت ان مشكلتك هي مشكله البوندنج وهو زود الرفنس يبقى انت افضل لك تشيل المتر ده ترميه وتعيد من اول وجديد لان ده مش هينفع معاك تاني حاجه تمام؟ واقول لكم اخر محاضره هنحدده ازاي. طيب لو جينا قلنا it is recommended to send the box the meter service with send the box 50 مايكرو طبعا في حاجه اسمها الرمل ده المفروض تشتريه كل معنى يقول لك ينفع معاك كذا. طيب افرض ان انا ما حبيتش اعمل الميكانيكال ده لا عندي اير ابريجن في جهاز تاني اسمه اير ابريجن بيخشن السطح عن طريق الهواء. الاير ابريجن ده غالي والمايكرو بلاستر كمان اغلى. فالناس بتلجا في المعادن بقى مين؟ يلجا للكيميكال. بيلعب على ايه بقى؟ بيلعب على المكونات اللي جوه المعدن. زي مثلا فور اكزامبل ان انا عندي جوه الكونتين طبعا انا قلت لكم ان في فرق بين الميتال والالوم. الميتال يعني معدن واحد يعني بقول مثلا كبر يبقى هو كبر اوكي. لكن لما اقول الوي يبقى انا حطيت كبر وحطيت مثلا باليديوم وبلاتينم وحطيت تين وايديوم شويه حاجات على بعضيهم من كل حاجه تديني صفار. طبعا احنا ما بنستخدمش طب الاسنان ميتال بنشتغل على الويز. فهو بيلعب على ايه بقى؟ بيقول انا عندي مثلا لو انا شغاله بولد الوي هو في عندي انديوم وجاليوم لازم في انديوم وتين وجاليوم دول بطريقه ما هيحصل لهم مايجريشن ات ذا سيرفيس فيروحوا من اكسيدين يعملوا طبقه اوكسايد. طبقه الاوكسايد دي هي اللي هتعمل بوند ما بين الميتال والصرامل تمام. انا هعتمد على الكيميكال بوند مش هعمل ميتال. طيب كلام اكسبت مفيش مشكله. دي ممكن تكون البوند دي طبقه الاوكسايد دي تعمل البوند بين الاثنين دول يا ايونيك يا كوفالنت. طبعا احنا عارفين ان الايونيك برضه حاجات من المعلومات القديمه ان هيبقى عباره عن عنصر يعني تو اليمنتس واحد بيبقى في الاوتر انرجي شيل بيبقى بيحصل لوز اوف الكترون فتحول لبوزيتيف ايون واحد بيعمل اكسبت فتحول الى نيجاتيف وبعدين يبتدي يحصل قصه الايون. الكونفيرنت دي حاجه ثانيه ان بيبقى عشان يحصل كومبليت الاوتر انرجي شيل بيحصل شيل ما بين وان اتوم واذر اتوم وده نوع البوند. المهم ان انا هوصل في الاخر ان يتكون هنا طبقه كيميكال بوند بتدوبل ده. واحد تاني قال لك طب انا مش هشتغل ولا على الميكانيكال ولا على الكيميكال انا هلعب على حاجه تانيه خالص. هتعمل ايه؟ قال لك انا هعتمد على
النقطه اللي انتوا قلتوها، مش انتوا قلتوا ان لما تيجي تختار نوع البوستل بتاع الميتال سرام اختار بحيث يبقى في فرق في الكوفيشن اوف سيرفال اكسبانشن، وحددنا ان هو كميته قد ايه؟ طيب اللي هو من 0.5 ل 1 باي 10 باور نيجاتيف 6. طيب اوكي، لو انت اخترت النسبه دي مظبوطه وجبت بوست بالمواصفات دي، فلما تيجي تحطهم هيحصل ان الطبقه اللي جوه هتبقى اندر تنشن والطبقه اللي بره هتبقى اندر كومبريشن، واحده بتضغط واحده بتشد، يبقى في الحاله دي الاثنين هيفضلوا ثابتين. بس ده مش كافي، لازم تستخدم دي مع الميكانيكال او الكيميكال عشان تتاكد ان الريستريشن بتاعتك هتقعد سنين كتير. واحد تاني قال طيب انا هستخدم قوه ثانيه ضعيفه جدا، هعتمد على التشارجد ايونز. اعتقد خدوها في الدنتال ماتيريال ان بعض الايونز نروح اعمل لها نوع من انواع التشارجد فتساعد، بس ما نعملهاش مايجريشن يعني ما بتعديش للطبقه الثانيه، فهي دي اللي هتعمل لي البوم. برضه دي ما بتستخدمش لوحدها، حط معاها ميكانيكال او كيميكال عشان تستخدمها. طيب نيجي بقى نقول انا ركبت البريدج النهارده خلاص وسلمته للبيشن، تمام؟ وبعدين البيشن جابهولي جاب لي البوستل في ايدي. طب انا عايز احدد الفشل جه منين؟ الفشل جه منين؟ نشوف الاول انواع الفشل وبعدين انا هعرف اجيبها ازاي. انا بحدد الفيلير ده يا اما ادهيزف يا اما كوهيزف. الادهيزف ده معناه ان حصل على الحدود ما بين الثلاث حاجات اللي عندي. انا عندي ميتال وعندي بوستن وعندي طبقه اوكسايد في النص. صح؟ يبقى لو هو هيكون ادهيزف يا اما طبقه الاوكسايد ما اتكونتش اصلا ومش موجوده اصلا، يا اما الاوكسايد دي مسكت في الميتال وسابت البوستن، او مسكت في البوستن وسابت الميتال. تمام؟ الكوهيزف حصلت جوه الماده ذات نفسها. البوستن هو اللي اتقسم نصين. او الاوكسايد باير هي اللي اتقسم نصين، او الميتال هو اللي اتقسم نصين. طب انا هحدد ازاي؟ هو بيجيب لي البوستن كيسنج اللي جابه ده، جابه لي في منديل كده وبيقول لي حددي لي الفشل منين. همسك كده اول حاجه هبتدي احط ايدي على الفيتنج سيرفيس بتاع البوستن، لو لقيته ناعم تمام تمام يبقى ده معناه مفيش طبقه اوكسايد اصلا ما اتكونتش، يبقى ده معناه ان المعمل ده اصلا ما عملش اي وسيله عشان يعمل بوندنج بين الاثنين. طيب لو انا جيت بصيت لقيت طبقه البوستن دي عليها طبقه سوداء والميتال زي ما هو لونه سيلفري وايت مفيش اي مشكله عليه، تمام؟ ده معناه ان هو عمل طبقه الاوكسايد بس دي كانت اكسسيف كانت كبيره لدرجه ان هي مسكت في الناحيه والثانيه لا. طيب الاحتمال الثاني بقى ان هو حصل العكس، نفس الكلام ان هو عمل طبقه الاوكسايد اكسسيف ففصلت يا اما بره من الميتال يا اما بره من الفوز. ده مشكله معمل. ده مشكله مين؟ معمل. طيب الكوهيسس ده بقى لو انا بصيت في البوست لقيته الفيتنج سيرفيس الريجولر، حته بوست هنا وحته بوست ماسكه في التركيبه اللي فوق العجينه، يبقى ده معناه البوست اتكسر. طب ده احتمالاته ايه؟ احتمالاته يا اما سعادتك عامل البريباريشن واكل الاول من البقر فكانت كميه الدكشن عاليه جدا فاضطر ان هو يزود البوست فاتكسر، وفي الحاله دي ممكن تبقى المشكله منك. يا اما الحل التاني لما هو جه يكتب البوست الطبقه دي دخل فيها بروستي فاتكسر، يبقى ممكن يكون السبب يا انت يا هو. الحاله الثانيه اتقسمت في طبقه الاوكسايد، هاجي ابص في الحته اللي اتكسرت الاقي حته سودا هنا وحته سودا هنا، يبقى ده معناه ان الاوكسايد اللي اتكونت كانت كبيره جدا برضه وراحت فاصله في النص. طيب هنا بقى المعدن هو اللي اتقسم، طلع البوستن وماسكه في حته معدن، يعني المعدن ممكن يتقطم نصين او يتقطم نصين. طب ايه اللي هيتقطم نصين؟ ده بقى معمل بينصب عليه، ده معمل نصاب. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان بنخلي معدن يتفصل حتتين، يبقى المعدن ده داخل اصلا فيه اير بابلز. طب وازاي المعدن يدخل فيه اير بابلز؟ ده بنستخدم معدن اسمه ريسايكل ميتال. يعني ايه؟ يعني بيلم البواقي اللي طالعه من الحالات اللي صبها قبل كده، المعدن القديم يدخلها يعمل لها حاجه اسمها الترسونيك كليننج، يحط 50% من المعدن القديم 50% من المعدن الجديد ويروح عامل له فرصه الريسايكلينج دي. طبعا نتيجه ان المعدن اتصب بره قبل كده فكل الفولاتايل اليمنتس المفروض ان هي اتدخلت، لما يجي يصب ثاني مره يبقى فيه فولت فده بيروح كاسر جوه المعدن ده خالص. ده المفروض ان المعمل ده يبتدي ان انت تغيره.
طيب الحالة اللي ما بتعملش فيها طبقة الأوكسايد ممكن ساعتها تشيل الكراي وتعمل له أي طريقة من طرق التريتمنت سواء كان ميكانيكال أو كيميكال وترجع تبني عليه البورس اللي أنت ترميه مش هينفع تاني. يبقى أنت هتعمل تريتمنت وتحط بوستنج جديد. اللي طبقة الأوكسايد فصلت دي ودي هتضطر تعمل تريتمنت جديد وتعمل نيو بوستنج جديد. الحالة اللي اتكسر فيها بوستنج بقى فيه جزء ريجولار كده ده ممكن تشيله وتكمل البوستنج ده وتعمله تاني مفيش فيه مشكلة. بس لو كانت اللي هو اتكسر نتيجة الأوفر ريدكشن يبقى لازم أعيد بقى من أول البريباريشن تاني من أول خالص إن أنا أزود صوت الميتال تمام وتبقى بحيث كل ده يبقى ميتال والحتة دي بس اللي لما بيحصل فيه فراكشر أو بيحصل فيه في الأدليس في طبقة الأوكسايد لاير يبقى أنا بعمل ريتريتمنت بالسيرفس تاني وأعمل نيو بوستنج. الحالة دي لازم كلها على بعضها تتريني ومن أول وجديد عيد تاني بقى تمام مع تغيير طبعا الإيه المعمل. طيب كده الدنيا كده مفهومة؟ طيب نيجي بقى من نقطة كده في العمل. احنا دلوقتي المفروض ان احنا عندنا ثلاث اساتذة. الاسبوع ده هو اول اسبوع فيه تمام؟ الاسبوع الاولاني احنا قلنا ان احنا هناخد ديمو تمام؟ الناس بتاخد الديمو وبعدين بتمشي قبل السكشن ما ينتهي وبيقولوا ان احنا ما جبناش الادوات. اوكي احنا فضل لنا بالظبط 15 يوم بداية من الاسبوع الجاي. مطلوب في السكشنين اللي ساعتنا هتحضرهم الاسبوع الجاي واللي بعديه تسلم الخمس حالات. طبعا الشغل بتاعكم انتوا لسه بدري جدا لما توصلوا تعملوا وانت بتسلمي زي الناس محتاج ان انت تعمل مجهود جامد جدا في البيت. مطلوب منك السكشن الاولاني تسلم اثنين سكشن ثاني تسلم ثلاثه تمام؟ لان مفيش وقت تاني ومفيش سكشن اضافيه ومش هنقدر نفتح اخر اسبوع السكشن للناس اللي ما خلصتش تخلص لان اصلا كلكم زي بعضكم متساويين. فعشان اقول مثلا واحد يدخل سيكشن اوفر على السيكشن بتاعه اصلا اللود بتاعت السيكشن 35 بيحضر فيه 55 مفيش اساسا مكان يحضر. اوكي طيب يبقى احنا المفروض ان احنا في الاسبوع ده في الويك اند كده نعيش حياتنا كده كويس جدا. حاجه ثانيه الناس اللي بقى لغايه النهارده لسه ما مضتش الخمس حالات الاولانيين تمام لازم يخلصوهم لان المفروض ان سعادتك هتسلم الريكويرمنتس العملي يوم امتحان العمل. بس انت اخر يوم عمل ليك هيبقى بعد اسبوعين بعد اسبوعين تمام. لازم من الاسبوع الجاي في السكشن تدخل وتقيم مفيش حاجه اسمها دي مش عجباني مفيش وقت للكلام ده مفيش وقت اصلا للكلام ده. اوكي لازم من الاسبوع الجاي كل اللي اشتغل في السكشن يقيم الحاله بتاعته. درجه الريكويرمنتس هتتحط افريج هيتجمع العشر حالات اللي ساعتها خدت فيهم مدربات من اول حاله عملتها وبعدين هتتقسم على 10 وهي دي درجتك في الريكويرمنتس هي دي الدرجه بتاعتك تمام. الامتحان العملي تمام هيبقى اي نوع من البريبريشن اللي احنا خدناه يا اما هيبقى انتيريور يا اما بريمور تمام. مفيش حاجه اسمها ان ممكن ما تجيش انتيريور لا ممكن كتير جدا تيجي انتيريور او بريمور. اوكي في سؤال عايزين نساله؟ Thank you.